مساء الخير، اهلا بحضراتكم في حلقه جديده من الحياه اليوم. لا اقدر اقوله لكم ان انا كنت هناك، كنت عند معبر رفح بالامس، كنت مع المجموعه الضخمه من رجال السياسه، من المثقفين، من الفنانين، من الاعلاميين المصريين والاجانب اللي توجهوا بالامس في زياره رئيس الوزراء الى شمال سيناء وايضا الى معبر رفح. خلينا اوصف لكم المسألة ببساطة وهقسمها إلى جزئين. الجزء الأول هو الرسائل المختلفة اللي خرجت من كلام رئيس الوزراء لما راح يستعرض ما الذي تم في سيناء من تطوير في السنوات الماضية، وده بيرد على حاجات كتير. ده بيرد على كل الناس اللي عمالة تقول ده بيبيع، ده بيعمل، ده بيسوي، الكلام الفاضي اللي عمال يتقال كده. ثم الخطة بتاعت المرحلة التانية، يعني هو مش جاي يقول لك احنا ناويين نعمل، لا ده قال لك احنا خلصنا كذا وداخلين في كذا، خلاص يعني في جزء خلص تماما. انتوا بتتكلموا على مئات المليارات، مش حابب اقول لكم بقى عشرات المليارات وكده، بتتكلموا على مئات المليارات. والاستثمار وأهمية أن تستثمر في هذا الجزء الحيوي جدا من مصر، ويمكن حضراتكم اكتشفتوا هذه الأهمية لما بدأت الأطماع تبان. الحمد لله ان احنا كبرنا العريش، الحمد لله ان احنا بنينا مدن هنا، الحمد لله ان احنا عملنا كذا، قضينا على الإرهاب، حاجات كتير جدا بدأتوا تكتشفوا وبدأنا كلنا نكتشف ان الحمد لله ان احنا خلصنا منها. ده الجزء الأول. الجزء داخله بقى هو رأي أهالي المنطقة، ما هو كل منطقة فيها أهالي بيكلموا، ولا أنا غلطان؟ شوفوا مدى تقدير اهل سينا للي حصل معاهم، خاصة عندما اعترف رئيس الوزراء وقال ان كان في مخططات سابقة ولكن هي الارادة. فاكرين لما كنا نقعد دايما نتكلم نقول ايه؟ ما هو احنا كنا عارفين حلول مشاكل كتير، انما الارادة، تدبير الموارد. حتى لو انت، عشان في ناس تطلع تقول لك ايه ما هو بالدين والكلام ده كله، ايوه بس انت، ما هو انت قدامك حاجة من اتنين، يا تبني وتحمي وتعمر عشان تعرف تشتغل، يا تفضل قاعد مكانك واللي تجيب وتاكل وما تعملش حاجة فتنهار اكتر واكتر. ما هو انت هنا ما بين حاجتين. اهالي المنطقة نفسهم بقى، المنطقة وهم بياخدوك، وبدأنا نلف ولفنا في عدة مناطق مختلفة. يعني المجموعات اللي كانت متواجدة بالامس ما راحتش كلها مع بعض من حتة لحتة، لا ده احنا رحنا عدة مناطق مختلفة تماما. دخلنا مناطق على رأي العرب وأبنائها قالك أنت ما كنتش تعرف تجيلنا هنا لغاية من كام سنة فاتوا، مش بس أنا أيام الاحتلال، لا ده أيام الاحتلال عندهم قصص وروايات. هو بيتكلم على الإرهاب، بيتكلم على التطوير، بيتكلم على شق الطرق اللي حصلت، بيتكلم على حاجات كتيرة جدا. إذن أنت أمام تطور أو اختلاف في نوعية والحياة، وهم بيشكروك على هذا الأمر بشكل كبير كدولة لأنه شعر بأهميته. ولما أنت أشعرته بهذه الأهمية وأشعرته بالتواجد، ده كان بالنسبة له أمر مهم قوي، إن يلا بينا بقى نعمر مع بعض ونزرع مع بعض وترجع المزارع تاني. لو حضراتكم تفتكروا أنا لما استضفت هنا قيادات من شمال سيناء ومن عدة أيام في البرنامج من أسبوعين أو ثلاثة تقريبا، كان الحديث حول العودة إلى منطقة الشيخ زويد ورفح وإعادة الزراعات المختلفة في هذه المنطقة. طيب الجزء الثاني من الزيارة، الجزء الثاني من الزيارة هو المعبر، وخليني بقى كده يعني ايه نقف قدامه لانه بيفرض نفسه على الاحداث. معبر رفح بيفرض نفسه على الاحداث بقوة. اولا الحمد لله مصر بدأت النهاردة تستقبل الجرحى والمصابين، ولكن خليني احكي لك واحنا رايحين على معبر رفح شعورنا احنا ايه في الاوتوبيسات. ما احنا مجموعه من الاوتوبيسات، مجموعه من الاعلاميين، مجموعه من المثقفين، الفنانين وغيره. كميه العربيات اللي واقفه تنتظر ان هي تعبر حاجه الحقيقه رائعه. ولادنا والعرب اهل المنطقه لما خرجوا يستقبلوا الاوتوبيسات دي، انتوا مش متخيلين كم العربيات اللي كان حوالينا ماشي ازاي، وكم الناس اللي بتستقبلنا ايه. واتفرجوا على ولادنا، ولاد بنك الطعام، ولاد التحالف
المصري، التحالف المصري موقف، التحالف الوطني موقف طوابير، تريلات طوابير، تريلات واقفة مستنية تمر للجانب التاني. أنا هنا مش بكلمك على المساعدات اللي جاية بالطيارات ولا اللي نازلة في المطار اللي احنا نزلنا فيه أيضا واللي بيتم توسعته في مطار العريش. لا، أنا بكلمك على المساعدات المصرية لأهل غزة. أنا بكلمك على التحالف الوطني وبنك الطعام والجمعيات الأهلية وشبابهم اللي موجود على الأرض وبيقف كل يوم عند المعبر في انتظار، هو ما بيدخلش الناحية التانية، إنما هو واقف علشان يساعد. طب يا جماعة بعد إذنكم هيبقى الوقت إحنا مقسمين كذا، لا عايزين العربية دي بالكامل تتحمل رز، ده عايزين العربية دي، خدوا بالكم أنتوا بتتكلموا على معونات فيها كل حاجة. ده انت لو قدرت، ده انت هم نفسهم دخلوا ميه كمان، وهي ازايز الميه بتخش لان هو محتاج لها بشكل كبير. رئيس الوزراء والدكتور ديا رشوان، الدكتور ديا رشوان طبعا رئيس الهيئه العامه للاستعلامات، ولكنه ايضا تحدث الى الصحفيين الاجانب والناس اللي كانت موجوده عن مصر وعن وجهه نظر مصر امام هذا المعبر. ثم تحدث رئيس الوزراء، ونفس الرسائل المصريه اللي احنا بنوجهها منذ بدايه الازمه، ان انت عشان توقف اللي بيحصل على الجانب الاخر ده انت محتاج حل الدولتين. مفيش حاجة اسمها انك انت تتعامل بالقتل والقمع وتنتظر من الجانب الاخر ان يتقبل، بل على العكس، اللي بتقوم بيه اسرائيل ده هو اللي بيغذي مش بس روح المقاومة ولكن ايضا روح التطرف. ما هو لما يكون شاب صغير او طفل صغير طالع اهله نصهم ماتوا بسبب اسرائيل، هو طالع بعد كده هيعمل معاهم ايه؟ يعني ما الذي تتوقعه منه؟ والى من يلجأ؟ ما هو بيلجأ الى ربنا، فبياخدوا ناس يقولوا له ربنا بيقول انك انت لازم تعمل كذا ونعمل كذا، فتتحول المساله الى زي عندنا احيانا الطرف الصعيد والطرف، ما هو في طرف بايت، في دم، في دم مغرق مش ايدين اسرائيل، ده مغرقهم من ساسهم لراسهم. والأراضي اللي تمت عليها كل هذه العمليات طبقا لخرائط الأمم المتحدة هي أراضي محتلة، يعني المستوطنات اللي تم الهجوم عليها هي مستوطنات أقيمت على أراضي محتلة، يعني إسرائيل هي المحتلة للمنطقة دي وعاملة عليها مستوطنة، وما زالت تلقب أي عملية يقوم بها اهل المنطقة في محاولة لمنع الاستيطان او غيره او مواجهته بانها عمليات ارهابية، والعالم بيساعدها في الكلام ده. ولكن دي فلسفة القبيحة بتاعت وش العالم الـ 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 يعني الوحشي جدا، وده خلاص احنا اكتشفناه وعرفناه وبدأ العالم يرد عليه. لو تتفرجوا على اي اجتماع لاي مسؤول سياسي في الولايات المتحدة الامريكية الآن، وأي قاعدة في أي مكان لأي مسؤول سياسي، الناس خرجالهم تقول لهم أنتم منافقين، أنتم بتسمحهم بهذه العمليات الإرهابية، القتل اللي بيحصل للأطفال واللي 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 واللي. وده بيقودني إلى وإحنا ماشيين كده بتشعر بفخر شديد وانت داخل على معبر رفح وانت شايف الدبابات المصرية والجيش المصري على بعد أمطار، ومش عايز أقول لكم يعني الاستعدادات موجودة والتأمين اللي معمول في هذه المنطقة بشكل كبير جدا، وأيضا العمران اللي معمول في المنطقة دي، ما أنت هذا العمران اللي معمول هو الظهير بتاعك الإنساني، لأن الأرض دي مصرية وبتاعت المصريين، يعني عشان نبقى واضحين جدا. وده يقودني إلى الرد. بالأمس كانت ما زالت المفاوضات مستمرة ولم يتم الإعلان عن السماح من الجانب الفلسطيني في غزة اللي بتسيطر عليه إسرائيل، خدوا بالكم، بمرور الجرحى والمصابين إلا بالأمس ليلا آخر النهار، لأن هو بدأ العالم ينظر إليهم مش إن هم وحوش وقتلة فقط لا غير، ولكن المسألة وصلت ان هي بدأت هتأثر على رجال السياسة في اوروبا كلها، الناس كلها، لان مش معقول انسانيا
انك انت تتفرج على الكلام ده كله وما تقدرش حتى توصل له البترول او البنزين اللي هو محتاج له علشان يشغل المولد اللي هيعمل كهرباء، لانك انت قطع عنده الكهرباء عشان يعمل عمليات في مستشفى. يعني انتوا احنا واصلين الى هذه المرحلة. انتوا بتتفرجوا على الفيديوهات والناس اللي عمالة تتحاول وهو قطع الاتصالات كمان، انما انتم كم البشاعة الانتهاك الانساني اللي بيحصل لاهل غزة. انا وقفت بالامس وتحدثت اليكم وقلت لكم انا واقف قدامي مئات مئات من سيارات مئات، ما تفتح ام المعبر، افتحوا وخليهم يعدوا. لا، لازم يتفتش، ولازم احنا اللي نقول هنعدي لكم قد ايه، ولازم ولازم ولازم. لا بقى نداءات رئيس الامم امين عام الامم المتحده ولا كل المسؤولين اللي جاوا، ولا هم ليهم دعوه بكل الكلام ده. ليه؟ لانهم متاكدين جدا ان ما حدش هيعاقبهم، هم متاكدين جدا في اسرائيل ان ما حدش هيرد عليهم، هم عارفين ان هيرتكبوا كل الجرائم دي زي ما ارتكبوا جرائم قبلها وقبلها وقبلها. وكبرها ايه؟ هنغير رئيس الوزراء، ما احنا كده كده هنمشيه، لان اللي حصل عندهم في 7 اكتوبر هيمشي رئيس الوزراء. اذا كل واحد هيطلع بشيلته ونمشيه بعد كده، ومعلش نبدا صفحه جديده بعد ما نكون قتلنا كل الناس دي ودمرنا غزه. انتم تتحدثون عن دمار شامل في مش بلد، انتم بتتكلموا عن دمار شامل في مناطق تصل ل 150 كيلومتر مربع. كويس؟ الدمار الشامل يعني ايه دمار شامل؟ يعني مفيش مبنى طوبه واقفه، انتوا بتخشوا في ركام فوق ركام فوق ركام فوق ركام، ببنيه اساسيه، بميه، بكهرباء، بكل ما يمكن ان تتخيلوه. ده علشان يقوم قومه للمكان ده تاني ويعود للبناء مره اخرى، انتوا بتتكلموا على 10 15 سنه. انا عايزكم دايما تحطوا الامور في نصابها، علشان هتكتشفوا انكم مش امام بس كارثه انسانيه، دي جرائم ترتكب امام العالم وامام اعين العالم، وبموافقة الولايات المتحدة الامريكية وبموافقة الاتحاد الاوروبي، بموافقة وبضوء اخضر منهم ان ده يحصل. وبين قوسين كده في الاخر يقول لك ايه؟ علشان نواجه حماس. طبعا حضراتكم متابعين ان حماس في الثلاث اربع ايام اللي فاتت دول، او المقاومة داخل قطاع غزة، الحقيقة يعني في عشرات الضحايا او مئات الضحايا الاسرائيليين من الجنود الاسرائيليين، واسرائيل اعلنت على اعداد كبيره جدا من جنودها اللي مات، من ضمنهم النهارده تردد ان احنا بنتكلم على 20 جندي اسرائيلي حتى الان، وعشرات الجرحى في الخروج. وده اللي احنا حذرنا منه، ان على رغم التفوق العسكري والقدرات العسكريه للجانب الاسرائيلي والامريكي المشارك، انما حرب الشوارع دي موضوع تاني خالص. حرب الشوارع وانك انت داخل في منطقته بدباباتك وحاجتك، انت قد تتفوق عليه عسكريا، ولكن لن تستطيع ان تتفوق عليه ميدانيا في الميدان ده، لن تستطيع ان تأمن ولن تستطيع ان تتواجد. وده اللي خلاهم النهارده، عايز اقول لكم من ضمن اخر الاخبار، انه يتردد أن إسرائيل قررت إعادة التخطيط للغزو البري مرة أخرى. يعني طب أنا بقى دخلت وشفت واتعلمت في الخمس سبعة أيام اللي فاتوا دول، واتضربت منين وإيه اللي حصل، وهو بيروح متراجع ويروح ضارب كمية قنابل على المنطقة بيقتل. عمليات القتل الجماعي التي تتم باسم أن هم داخلين يجيبوا حماس، دي اصبحت الان مخطط واضح للقضاء على الشعب الفلسطيني. ده ملوش دعوه بحماس ولا مقاومه ولا انك انت بتدخل بقى ضد ارهابيين ولا الكلام، دي اصبحت مخطط واضح من اسرائيل للقضاء على اكبر عدد ممكن من افراد الشعب الفلسطيني في غزه والابرياء. هو مركز على الابرياء، هو مركز على الناس الآمنة. لما انت تهد يعني معسكر كامل او تهد منطقة لجأ اليها الناس فتموت 500 بقنابل، انت عارف ان انت لما ترمي 5 6 قنابل، القنبلة الواحدة طن، 5 طن من القنابل، انت بتقلب الارض لعمق 20 30 متر،
بتشيلها وترميها وتروح منزلها فوق دماغ الناس اللي جواها دي. وحتى الان محدش عارف الاعداد بتاعه الضحايا والشهداء دول قد ايه. ولكن نعود لنقف امام هذا المعبر، نعود لنقف عند الباب اللي انا وقفته قدامه وقلت انا واقف على بعد 700 800 متر مني او 1000 متر مني في ناس بتموت قدامي. انا كنت عاطي ظهري للمعبر علشان حضراتكم تشوفوا في الصورة قدامي مئات من العربيات اللي محملة باشياء، في ناس بتموت على بعد 800 متر مني علشان مش وصلها الحاجات دي. انتوا متخيلين انسانيا انت هتشعر بايه لما تقف هناك؟ طب شبابك اللي واقف هناك حاسس بايه؟ ولكن تدخل مصر وتقنع العالم ويستمع العالم، طلع لي المصابين وهنبدأ نطلع الأجانب اللي هم معاهم جنسيات داخل قطاع غزة، وكل دولة تيجي تستلم ناسها علشان تقوم بترحيلهم زي ما هي عايزة. بس أين المصابين اللي أنا عايزة؟ ما أنا مش هسيب لحمي من غزة دون أن أقوم بالمساعدة. فيتم الموافقة على هذا الأمر وتبدأ مصر في استقبال المصابين ابتداء من النهاردة. 40 عربية إسعاف عمالة تحول في المصابين، استعدادات في المستشفيات من العريش العام لغاية الشيخ زويد لهذه المنطقة، مستشفى ميداني تم إنشاؤه وإعداده، اعتقد ان هو بيستوعب اكتر من 100 وحاجة سرير، وعلشان يبدأ ان هو يتعامل مع الحالات التي ترد. اطقم طبية مصرية متواجدة الان تبدأ تقسم الحالات وتكشف عليها وتبدأ توجه الاسعاف. انت هتبقى عندك كذا، تحرك هنا، وانت هتحرك على المستشفى الفلاني، العظام هتروح في حتة، الحروق هتروح في حتة، العمليات هتروح في حتة. وهو ده المنظومة اللي قامت بيها مصر وبدأت تحضر لها وحضرت لها وبدأت النهاردة في العمل. على الهاتف الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان. دكتور حسام مساء الخير يا فندم. مساء الخير سيدي، تحياتي لحضرتك. في الحقيقة أن كلامك يعني لم يجعل لأحد أن يتحدث، لأن حضرتك ذكرت تقريبا ما يحدث، كان واضح جدا الدور الذي قامت به الدولة المصرية وتقوم به بتوجيه وتكليفات مباشرة من السيد الرئيس لتقديم كافة أشكال الدعم للأشقاء في فلسطين. دكتور حسام، أولا اسمح لي أن أنا أوجه الشكر لوزارة الصحة، اسمح لي ان انا اوجه الشكر لكل الاطقم الطبية المصرية. انا هقول لك كلمة كده، العيال اللي واقفة مستنية عشان تجري بالمصابين الفلسطينيين واخواتنا وتوديهم المستشفيات والدكاترة اللي انتم منزلينهم. وانا شفت بالامس الوزير ماشي في وسط الناس، لدرجة ان هو ده ماشي من غير حراس، ده ماشي في وسط الناس قدام المعبر وعمال يجري من مكان لمكان بنفسي. يعني انا لمحته واستغربت ان ده الدكتور خالد، ده الوزير الصحة، عمال يتحرك في ده. شكرا ليكم على ده. وبعدين هسألك بقى، انتم بعتين كم طقم طبي لغاية دلوقتي؟ احنا غير الطواقم اللي كانت موجودة في المستشفى بشكل اساسي، احنا النهاردة بنتكلم على طواقم طبية في التخصصات التالية: في التخدير، في الرعاية الحرجة، في جراحة المخ والأعصاب، في جراحات العظام، في جراحات العيون، طب وجراحة العيون، ففي جراحات الأوعية الدموية، وفي جراحات التجميل. كل دول موجودين في مستشفيات شمال سيناء الثلاثة اللي بنتكلم عليهم، اللي هم العريش العام ودير العبد والشيخ زويد. كويس، بعد إذن حضرتك، هل انتوا قسمتم ان كل مستشفى متخصصه في حاجات معينه؟ كل مستشفى ليها مستوى من التدخل الجراحي بناء على الحالات اللي وارده. احنا
الاشقاء في دار الصحه الفلسطينيه بعثوا لنا اسماء 81 مصاب بتشخيصات. لا انا مش سامع حضرتك كويس بعد اذنك. الاشقاء في وزاره الصحه الفلسطينيه بعثوا لنا اسماء 81 مصاب بتخصصات بنوعيه المشكله الصحيه، يعني بتشخيص. احنا بناء على هذا التشخيص المبدئي تم تقسيم المستشفيات، ولكن احنا كمان عملنا انه ارسلنا نفس هذه التخصصات موجوده في المعبر بتتعامل مع المرضى، مجرد ما يدخلوا المعبر بيتم الكشف عليهم من هذه التخصصات وتوجيههم وفق الكشف الدقيق اللي بيتم في المعبر. يعني انت بالظبط بتحضر الملف بتاع المريض ده، هو جاي لك انت عارف ان هو هيخش اوعيه دمويه او فاسكولار، هيخش مثلا مخ واعصاب، فانت بتشوف حالته ايه بالظبط وتروح موجهه للمستشفى وتتحرك سيارات الاسعاف من المعبر الى المستشفى وفق التشخيص الواقعي اللي حصل في المعبر. هل من المتوقع ان احنا نستقبل الحالات اللي هي محتاجة إقامة كبيرة شوية علشان نفضي سراير للجرحى والتعامل السريع مع اللي بتقوم به وزارة الصحة الفلسطينية في أرض الواقع في الميدان؟ إحنا يعني عندنا خطة واضحة للتعامل بمستويات مختلفة، مستويات مستشفيات شمال سيناء في حال الاحتياج بننتقل إلى المحافظات القريبه زي الاسماعيليه وبورسعيد والسويس والشرقيه، في حال الاحتياج بننتقل الى مستوى ثالث حتى نصل الى مستوى القاهره الكبرى. ده في حال الاحتياج. وخلي بالك احنا النهارده مش بنتحرك على امكانات وزاره الصحه فقط، لكن احنا بنتحرك على امكانات الدوله المصريه، معانا المستشفيات الجامعيه، معانا كل مقدمي الخدمه اللي هي طبقا للحاله واحتياج الحاله. بالضبط. طيب خليني بقى احدثك عن المستشفى الميداني. يعني انا طبعا واقف قدام المستشفى الميداني وتم انشاؤه سريعا، بيستوعب كم سرير ويقدر يستوعب قد ايه من الجرحى او المصابين؟ يعني خليني اقول لك، احنا النهارده دلوقتي بنتحرك على المستشفيات الموجوده حاليا. طبعا هناك خطط للتعامل لو في حل احتياج، لكن في اللحظه الراهنه احنا بالوضع الحالي ما زلنا بنتحرك على مستشفيات الشيخ دويد والعريش العام وبئر العدل، والامور الحمد لله ما زالت في نطاق السعه الاستيعابيه لهذه المستشفيات. في حال الاحتياج لحاجه ثانيه دائما احنا جاهزين، يعني نخطط للأسوأ ونتحرك على ما هو واقع. طيب دكتور حسام، قدرتك الاستيعابية في الثلاث مستشفيات دول قد ايه؟ قدرتي الاستيعابية في الثلاث مستشفيات دول تزيد على ال 350 الى 400 باذن الله. باذن الله نقدر ان احنا نقدم اللي بيحتاجه اخواننا والجرحى اللي احنا بنستقبلهم. مرة تانية شكرا لوزارة الصحة المصرية، شكرا لأطباء مصر، والله هترفعوا راسنا وهتاخدوا بالكم من اخواتنا. شكرا لرجال الإسعاف اللي واقفين بالعربيات وهينتظروا خروج أي جريح علشان يبدأوا يتحركوا بيه وينقلوه. مجهود ومنظومة تم التخطيط لها بشكل جيد جدا. دكتور حسام عبد الغفار متحدث باسم وزارة الصحة والسكان، بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخلة. هنقلكم على طول على الحوار الوطني. الحوار الوطني بتقول لي، طبعا هتقول لي ايه الحدوته بتاع، ما زال الحوار الوطني هو التكتل الذي يجمع كل القوى السياسيه المختلفه وما زال متواصل، يعني لسه متواصلوا مع بعض. خدوا بالكم دول كل القطاعات السياسيه المختلفه، سواء اللي انت ممكن تطلق عليه المعارض او المؤيد او الوسط او غيره. وبالتالي الحوار الوطني اصبح مركز يقدر أن يعلق بعد الاتصال أو بعد التواصل ما بين أعضاء هذا الحوار حول الأحداث المتتالية في مصر. الحوار الوطني الحقيقة
يعني ثمن او شكر على الاستعدادات الكبيره، الاستعدادات اللي قامت بيها مصر امام معبر رفح علشان استقبال الجرحى. على الهاتف دكتور طلعت عبد القوي عضو مجلس امناء الحوار الوطني. دكتور طلعت مساء الخير يا فندم. مساء الخير حضرتك. اهلا بك. رايك ايه في الاحداث امام المعبر، وان مصر نجحت اخيرا في اقناع العالم بالضغط على اسرائيل علشان الجرحى والمصابين اللي محتاجين عمليات بقى عميقه وحاجات مختلفه ان هم يبدا اخراجهم الى الجانب المصري لتلقي العلاج؟ يعني خلينا مبين اننا مشيت بالرئيس عبد الفتاح، لولا التدخل القوي والواضح من فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي في كل المحافل الدوليه والضغط على الجانب الامريكي وعلى كل المجتمعات الدوليه، يمكن كان في تعنت شديد جدا من الجانب الاسرائيلي ولا يزال، ولكن استطاع الرئيس عبد الفتاح السيسي بحكمته وقوته وقوه مصر ان هو يجبر الجانب الاسرائيلي ان هو يستجيب ما يعني ما كان يجب ان يكون، ان هو يعني النهارده يبدا المساعدات الانسانيه تدخل، والحمد لله دخلنا اول قافله للاتحاد الوطني 108 قافله 1000 طن من المواد الغذائيه، بنتكلم في 40000 بطانيه، 80 شومه، 200000 عبود دواء. الحاجات دي الحمد لله خلصت في المرحله الاولى ودخلت بسلام وبامان. ايضا النهارده لما بنتكلم ونتكلم على الضغط ونتكلم من الرئيس عبد الفتاح السيسي وتصميمه على يعني الجرحى والمصابين من اهالينا واخواتنا من اهالي غزه ان هم يدخلوا ويتم علاجهم في بلدهم وبلدهم مصر بلد الدول العربيه كلها، ويتعالجوا على قد ايد اطباء مصريين ومستشفيات مصريه. دي طبعا خطوه جميله جدا وخطوه كبيره جدا تحسب للقياده السياسيه وتحسب للدوله المصريه. ايضا لما نتحدث عن النهارده يعني تصميم الرئيس على الموقف الثابت، واللي احنا نتمنى سماعه حوار وطني اسدنا به في عده يعني لقاءات وفي عده بيانات، ان تصميم الرئيس عبد الفتاح السيسي على ان الدوله الفلسطينيه دوله يتم طبعا وتتم طبقا للمواثيق والمعاهدات الدوليه، واحنا طبعا بناكد على ان التزام بمدينة ارض مصريه لا تهجير قصري الى ارض سيناء. ويمكن امبارح زياره فخامه او دوله رئيس مجلس الوزراء الى سيناء، وانه اعلن بشكل واضح ان احنا تم انفاق 610 مليار جنيه ويتم اضافه 400 مليار، يعني بنتكلم في اكثر من تريليون احنا بننفقها كبنيه اساسيه كمشروعات تنمويه كمشروعات خدميه في سيناء. فسيناء لن يجرؤ احد ان يقترب منها، سيناء ارض مصريه وفقا للدستور الماده واحد ان الدوله مصر دوله ذات سياده، ولا يمكن ان يؤخذ منها جزء منها او ينقص منها شيء. كل هذه ثوابت ان طبعا يعني لابد ان يكون هناك وقف لاطلاق النار. والنهارده تم المجال الاسرائيلي كلها جرائم حرب وحسب عليها امام المحاكم الدوليه. احنا موقف مصر موقف ثابت، موقف قوي، موقف شجاع، موقف لا يحتمل اي تاويل. الحمد لله مصر اثبتت انها الدوله الرائده. احنا النهارده سعداء جدا جدا بالموقف المصري، ونعتز جدا ان احنا كمصريين، وبنرحب بالاخوه الفلسطينيين بنتهم ومختارهم ومكانهم، ويتم معالجتهم ويتم توجيه كل الخدمات ليهم. دكتور طلعت عبد القوي عضو مجلس امناء الحوار الوطني، بشكرك شكرا جزيلا، رئيس اتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الاهليه. عايز اقول لكم خلينا نرصد ايضا تطورات ماذا يحدث داخل غزه. مره ثانيه اعلنت، وده على فكرة إسرائيل، يعني الحكومة الإسرائيلية اعترفت أن هناك العديد من الضحايا بسبب بداية جزء من الغزو البري زي ما هم بيطلقوا عليه أو التدخل البري. ولكن خلينا نشوف إيه هي الأوضاع داخل الأراضي الفلسطينية في غزة والوضع الصحي العام. دكتور عبد الجليل الحنجل المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني. دكتور عبد الجليل مساء الخير يا فندم. أهلا، مساء النور. أهلا، تحياتي ليك، وأتمنى أن أنتوا تكونوا قادرين تتحملوا هذا العبء الكبير اللي مرمي على عاتقكم. قل لي كم جريح بدأ إخلاءهم إلى الطرف أو الجانب المصري؟ بداية يسعد مساكم. يعني قطاع غزة ومستشفيات قطاع غزة والكوادر الطبية في قطاع غزة كان لها تجارب سابقة خلال السنوات السابقة في أكثر من مرة عدوان بالقصف وغيره من
انتهاكات من قوات الاحتلال، لكن يعد هذا العدوان الأخير هو الأصعب الأشرس، والذي أدى إلى وصل إلى مراحل متقدمة جدا في موضوع صحة الإنسان، حيث أن الوضع الآن هو كارثي بالمعنى الحرفي، حيث أن هذا الوضع هو معقد من عدة اتجاهات، على خدمة الإسعاف، على خدمة المستشفيات، على النازحين والاهتمام بصحتهم، كل تلك النقاط تلعب دورا أساسيا، أو صحة البيئة، كل ذلك يلعب دور في تدهور الحالة العامة الصحية. اليوم بدأ نحن كجمعية هلال الأحمر الفلسطيني خصصنا 7 سيارات إسعاف للعمل على نقل المصابين إلى جمهورية مصر العربية لاستكمال العلاج. هؤلاء المصابين يتم التنسيق لهم لاستكمال العلاج في المستشفيات، حيث أن إصابتهم تصنف بالخطرة وهي بحاجة لتدخلات معقدة أو متقدمة. يعني الوضع العام فعلا هو كارثي. نحن نتحدث عن موضوع المستهلكات الطبية، الأدوية الطبية. المستشفيات أكدت أنها تقوم بعمليات مختلفة دون بنج، لأن ليس لديهم إلا خيارين، إما الموت أو الألم، في كمريض أن يتعرض إما إلى الموت إذا لم يتوقف النفس مثلا، أو الألم أثناء العملية بدون توفر هذه المواد. تتحدثون عن عشرات آلاف المصابين. وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت عن أكثر من 121,000 إصابة منذ بداية العدوان، فبالتالي آلاف المصابين دخلوا إلى المستشفيات، وهذا يؤدي إلى استهلاك كميات كبيرة من هذه المواد. طب هل 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 المواد الإغاثة التي استطاعت مصر الدفع بها عبر معبر رفح، هل كان لها يعني تأثير في تخفيف الاحتياجات؟ هل ما زلتم تحتاجون المزيد؟ نعم، يعني عندما نقول أن الاحتياج هو ضخم، الاحتياج الآن هو ضخم، وما يدخل حتى الآن هو ما زال نسبة ضئيلة. نحن يعني حتى تستطيع المستشفيات أن تقدم الخدمة للموجودين حاليا، لا نتحدث عن إصابات جدد، للموجودين حاليا نحن نتحدث عن فتح كامل للمعابر وإدخال هذه المساعدات بشكل مستمر على مدار الساعة. يعني احنا نقول ان الحاجة هي ملحة جدا في جميع الاحتياجات، نحن لا نتحدث فقط على أدوية، هناك مستهلكات طبية، هناك أجهزة طبية، هناك مستلزمات طبية تخص العمليات، الوقود، الوقود بحد ذاته اليوم نصنفه كاحتياج طبي، لأن هناك دعوات كلكم استمعتم لها وقمتم بنشرها حول أن هناك مستشفيات خرجت من الخدمة ومستشفيات ستخرج من الخدمة خلال ساعات، فكل هذه المستشفيات تعمل بالكهرباء، والكهرباء تحتاج إلى وقود عن طريق المولدات الكهربائية، فبالتالي الوضع ما زالت المساعدات بحاجة إلى مضاعفة للعدد. أنا عايز أطمئنك يا دكتور عبد الجليل أن تم الإعلان أن الضغوط المصرية واستمرار الضغوط المصرية والمحاورة مع العديد من الدول الأخرى لزيادة معدل فتح المعبر من الجانب الفلسطيني لإدخال المزيد من المساعدات، وأتمنى أن يحدث ذلك، وسأبدأ قد ترى هذه الزيادة في خلال الساعات القادمة. ربنا معاكم وقلوبنا معاكم. بشكرك شكرا جزيلا دكتور عبد الجليل الحنجل المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني. هنطلع فاصل وهنرجع تاني نكمل مع حضراتكم هذه الحلقة الحالية.
عايز اقول لحضراتكم اللي انتوا اتفرجتوا عليه ده المستشفى الميداني. هذا المستشفى الميداني على فكره انتجته وزاره الانتاج الحربي. يعني ده مش مستشفى ميداني من المستشفيات اللي جايه من بره، لا ده هو تم تصميمه وانتاجه في مصنع 200 علشان واتعمل وتم تركيبه، وهو المصنع بيعمل هذه المستشفيات وبيتم تصنيعها هنا في مصر، وتم اعداد هذا المستشفى الميداني لاستقبال اخواننا والمطاعم المصابين بالاحداث الاخيره من الشعب الفلسطيني الشقيق. طيب خليني انتقل بكم في تصريح والنبي بس قبل ما اكمل كده عشان اقول لكم عليه، ان نتنياهو طلع بيعترف بان في 18 جندي النهارده اسرائيلي ماتوا، وبيقول خسائرنا في حرب غزه مؤلمه. خسائرنا في حرب غزه مؤلمه، 18 جندي. انا مش قادر اتعاطف معاك ولن اتعاطف مع، ومفيش حد في الوطن العربي متعاطف معاك. يعني انت خسائر مؤلمه في 18 واحد، وال 9000 اللي انت قاتلهم وال 4000 طفل دي مش خسائر مؤلمه لينا كلنا؟ وهو انت لما تخش على الناس علشان تدمرها، ولما تضرب 6 طن على منطقه سكنيه، ده بالنسبه لك مش خسائر مؤلمه؟ 18 جندي اسرائيلي وبتقول خسائر مؤلمه؟ انا ما اقدرش اكمل معاك اكتر من كده. لا تعاطف، لن تجد تعاطف. انت اللي عملت كده في اسرائيل وفي غزة وفي اللي بيحصل، ولكن ده كلام سيطول بعد هذا نقاشه. خلينا ننتقل بيكم بقى الى الدور الدبلوماسي المصري. زي ما قلت لكم من اول الحلقة، الضغط اللي بتمارسه مصر والملف الدبلوماسي والتحركات الدبلوماسية اللي مصر ما توقفتش عنها منذ بداية هذا الصراع ادت اخيرا، طلعوا لنا جرحى مع الاجانب اللي انتوا عايزين تخرجوهم، علشان في عمليات وفي ناس لازم تدخل لانقاذ ارواحها. تم الموافقه على هذا. اي حد بيوصل هنا الى مصر، ومصر خلاص بقت القبله بتاعت الكل، بقى كله جاي لك مرفرف وكله جاي لك طاير. طب يا سيدي انت عارف ابعاد الازمه ايه؟ انت عارف حدودها ايه؟ انت عارف اللي بيحصل ايه؟ النهارده وزير الخارجيه المصري سامح شكري استقبل ديفيد لامي. ديفيد هو النائب البرلماني وزير خارجية حكومة الظل، دي حزب البريطاني المعارض في مجلس العموم البريطاني. والنائبة ليزا ناندي وزيرة التنمية الدولية أيضا في حكومة الظل، وجايين بيتكلموا، وده من حقهم وهم أعضاء في البرلمان، ولكن هم جايين بيتكلموا عن القضية. فشرح لهم الأوضاع وقال لهم احذروا من عواقب توسيع اسرائيل لعمليات البريه في غزه. احنا حذرنا، اللي هو طلع قال لك اتعورنا ومات لنا عيابه ولسه ميت له بتاع 300 قبل كده. وانا قلت لكم وقلت في بدايه البرنامج واكررها مره اخرى، انه لن يستطيع الدخول برا، وان هو يسيطر على الاماكن اللي هو فيها. هو كبير وهيقدر يخش يعمل عمليات نوعيه خفيفه ويرجع مره تانيه ويفضل يضرب بالانابل ويموت الناس، لأن الخسائر بتاعته ستتزايد كل يوم. فشرح لهم وزير الخارجية المصري، يمكن التكرار علشان بيعلم الشطار زي ما احنا اتفقنا قبل كده. هنخش على الصعيد المحلي، خبرين مهمين شوية قبل ما أقدم ضيوفي في الفقرة القادمة. الخبر الأول إن مهما حدث برضه في استمرار لعمليات الإدارة الداخلية في مصر. النهارده الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتمع مع رئيس الوزراء، الراجل كان موجود امبارح معانا في رفح وفي سيناء، ولكن اجتمع معه النهارده الرئيس مع محافظ البنك المركزي الاستاذ حسن عبد الله، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروه المعدنيه ووزير الماليه. ده اجتماع لعدد من الملفات سواء خاصه بالعمل الحكومي في المجالين الاقتصادي والتنموي. الاخبار عامله ايه؟ الدنيا ماشيه ازاي؟ وده يمكن حضراتكم تلاحظوا من نوعيه الاجتماع، ان وزير البترول مع محافظ البنك المركزي مع وزير الماليه مع رئيس الوزراء. اذا الحديث حول اخبار الاقتصاد عامل ازاي والدنيا ماشيه ازاي. نشوف هذا التقرير ونرجع لحضراتكم مره ثانيه. It
اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسيد حسن عبد الله محافظ البنك المركزي، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور محمد معيط وزير المالية، لمتابعة عدد من ملفات العمل الحكومي في المجالين الاقتصادي والتنموي، وذلك في إطار متابعة السيد الرئيس للجهود الحكومية لتلبية احتياجات المواطنين في مختلف القطاعات الخدمية وتعزيز العمل الجاري لدفع معدلات النمو الاقتصادي والدخل القومي. عايز أقول لحضراتكم قبل ما أطلع فاصل وأقدم ضيفي في الفقرة القادمة إن الهيئة الوطنية للانتخابات تجيب عن أسئلة شائعة للمصريين في الخارج. طبعا حضراتكم عارفين إن إحنا ما زالت توقيت الانتخابات الرئاسية كما تم إعلانه دستوريا يجب أن تتم الانتخابات الرئاسية في مصر، لأن الأسئلة بدأت تتوارد وفي ناس بدأت تخش وتتكلم يا جماعة لا يوجد أي تغيير على الإطلاق في المواعيد المعلنة ولا التحركات المعلنة والمعلنة قبل الأزمة الأخيرة، وحنتابع هذه الانتخابات ويجب أن تتم هذه الانتخابات في مواعيدها دستوريا لانتخاب رئيس جديد للجمهورية. وبالتالي أنا عجبني جدا اللي عملته الهيئة الوطنية للانتخابات إن هي جمعت الأسئلة اللي عملت جيلها من المصريين في الخارج، لأن بعد الأحداث الأخيرة بدأت ناس تسأل أسئلة كثيرة جدا، فأجابت عليها الهيئة الوطنية للانتخابات وحطتها على الويب سايت بتاعها، وتقدروا حضراتكم أيضا تتواصلوا وتعرفهم. ولكن تأكدوا من المعلومة الأساسية أن كل ما تم إعلانه من جداول وتوقيتات انتخابية هتمشي زي ما تقال بالظبط وهتستمر زي ما تقال بالظبط. بعد الفاصل هيكون معايا المجموعة الاستشارية، الناس اللي بنقعد نتكلم معاهم والتحليلية في الحياة اليوم، الدكتور صبحي عسيلة الخبير بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، والمحامي عصام شيحة عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان. الحياة اليوم. عدنا لحضراتكم مرة أخرى ضيوفي في هذه الفقرة. عايز أقول لكم ومرة أخرى، دي يمكن الأسبوع الثالث كان من المفترض أن تكون هذه الفقرة متكررة بشكل دائم معنا للمناقشة الانتخابات الرئاسية المصرية، ولكن الأحداث تفرض نفسها وهي أيضا جزء من هذا الملف الهام للغاية، وهو ملف الرئاسة والأمن القومي والنظرة إلى الأحداث واتخاذ القرارات والمرور بمصر من مش هقول عنق زجاجة، من مواجهة دبلوماسية خشنة للغاية. اسمحوا لي أرحب بضيوفي في هذه الفقرة، الدكتور صبحي عسيلة الخبير بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أهلا بك يا فندم، والمحامي الكبير بالنقد الأستاذ عصام شيحة عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أهلا بك. أهلا وسهلا يا أستاذ محمد. نظرتك على التحول النهاردة، يعني النهاردة بالذات حقوق الإنسان بقى بدأت خروج المصابين، مصر تستقبل في المستشفيات بتاعتها هيئات دولية واقفة، خروج أيضا الأجانب، تعالوا تفضلوا استلموا الأجانب بتوعكم، يعني كل السفارات اللي ليها ناس وكانت مطالبة بخروجهم من الجانب الآخر. خليني أقول لك في البداية أنه في جديد، الجديد هو في أصحاب الضمائر الحية. أنت النهاردة شفت بعض الفاعلين الرئيسيين داخل الأمم المتحدة بيستقيلوا من الأمم المتحدة على ضوء ما ترتكب إسرائيل من مذابح في الأراضي الفلسطينية. هذا الأمر جديد، هذا الأمر محرج جدا لمنظومة حقوق الإنسان الدولية. هذا الأمر كم عدد الناس اللي استقالوا لغاية دلوقتي؟ اتنين كتير، بس اتنين بس اتنين فاعلين بشكل كبير. أنت بتتكلم على فاعلين داخل دائرة الأمم المتحدة، تتكلم عن ممثل المجلس الدولي لحقوق الإنسان في نيويورك، يعني في لما تخرج الناس ديت وتقول إنه منظومة حقوق الإنسان أصابها خلاص خلصت، يعني هي كده خلصت، يعني تكاد تكون انتهت، ودي ضربة، يعني ما يحدث في غزة هو ضربة قاتلة لمنظومة حقوق الإنسان ومنظومة العدالة بوجه عام.
ليه بقول لك الضمائر الحيه؟ لان هذه الضمائر الحيه هي اللي انعكست في الدول داخل الدول الكبرى، بالذات في الولايات المتحده الامريكيه وفي انجلترا. الراي العام هو اللي عمل ضغط. هذا الضغط كانت من نتيجته ما اشرت اليه حضرتك، كانت من نتيجته انه حصل تفاعل، ان خرج النهارده عدد كبير من الفلسطينيين اللي بيحملوا جنسيات اخرى واستلمتهم سفاراتهم. انت كمان فتحت الابواب على مصراعيها للمصابين والجرحى من اخواتنا في غزه انهم يتعالجوا للحالات الحرجه اللي محتاجه عليك. كان لسه بيقولوا كده، وانا اتصور ان ده امر غايه في الاهميه. كمان عدد الشاحنات زاد العدد. احنا كنا بنتكلم الاول عن ما لا يتجاوز عن 3%، فانت يعني طلعت ل 10%، لكن ما زالت هذه الكميات. انا شفت امبارح، انا كنت موجود، ضئيله. لكن خلينا اقول لك، في كل ده احنا مشغولين بالشق الانساني، لان احنا يعني شعوب عاطفيه، شعوب يعني شايفه مدى المهانه اللي بتتعرض اليها الفلسطينيين في غزه. لكن على الجانب الاخر، مراكز الابحاث في امريكا وفي اسرائيل وفي اوروبا بتعمل في الوقت الراهن على سيناريوهات ما بعد الحرب. يعني هم حددوا انهم حققوا نتيجتهم من الحرب، وان هم بيرتبوا لسيناريوهات ما بعد الحرب. قصد اقول لك ده ليه يا استاذ محمد؟ لانه انا اتصور انه ان الاوان ان احنا نكون فاعلين بشكل جدي. يعني المنطقه العربيه احنا طول الوقت دلوقتي احنا بنصد، واسرائيل بتاخد المبادره، واحنا بنبتدي نعالج لا بس احنا في الايام الاخيره انت اللي بتعمل معاه الوقفه. انت بتعمل وقفات، لكن احنا كمان عايزين يكون عندنا خريطه طريق لما بعد احداث غزه. نحضر. حاضر دكتور صبحي، رؤيتك للاحداث خلال الاسبوع اللي فات والتطورات الاخيره اللي حصلت. يعني حضرتك، شكرا استاذ شيردي والاستاذ عصام، قالوا ده كلام مهم جدا. واعتقد ان احنا المره اللي فات الاسبوع اللي فات كنا بنتكلم على التغير والتطور اللي بيحصل في مواقف المجتمع الدولي والدول الغربيه، وانه هذا التغير هيزداد. وانا يعني هنا كمان بضم صوته للاستاذ عصام، واحيي كمان الكلمه الرائعه للمفاوض بتاع الأونروا في جلسه الاحاطه الانسانيه في مجلس الامن، وان هو كمان موجود ومحتاج يروح غزه. احنا بنتكلم على اصطفاف انساني دولي الان، ده بيمثل ضغط كبير جدا جدا على الامريكا، على الولايات المتحده، وعلى كل الدول. انا شفت فيديوهات للكونجرس الامريكي عامل جلسه، وقامت الناس وعملت خضبت ايديها باللون الاحمر، وبداوا يهاجموا اعضاء الكونجرس ووزير الخارجيه الامريكي، يعني مسكوهم مسحوا بيهم الارض. استاذ محمد، انا قلت برضو لحضرتك المره اللي فاتت ان التطور ده هيفضل يزيد وهيزيد، لانه الوقت ومع الوقت ومع صور الدمار وحرب الاباده اللي بتدار دي، في ناس كتير مش هتقدر تتحمل اكتر من كده. زي بالظبط ما الراي العام الاسرائيلي مش هيقدر يتحمل اكتر من كده، ولا هيتحمل خسائر اضافيه تحدث في الاجتياح البري. وخليني اقول كمان لحضرتك حاجه مهمه، وحضرتك اشرت ان احنا للمره الثالثه مش بنناقش الانتخابات الرئاسيه، وده كمان حاجه مميزه للشعب المصري، حاجه غريبه جدا. وانا اقول لحضرتك ملاحظه، انه الشعب المصري لم يبقي قنوات تلفزيون على القنوات الاخباريه ولا البرامج الاخباريه ولا البرامج اللي بتتعرض لهذا الموضوع غير في مرتين اتنين بهذا الشكل. المره الاولى احنا كانت الدوله المصريه تتعرض لما يشبه الانهيار 2011 لحد 2014، كان ما فيش اي حد بيتابع غير اخبار وفقط. وهذه المرة الآن كل المقاهي، كل الناس بتعرض لأخبار، بتتابع الأخبار، إيه اللي بيحصل، إيه اللي بيحصل. وده قلت لحضرتك المرة فاتت، لأن هذه القضية بالنسبة للمصريين قضية داخلية. الأمر الثاني في التطور ده كمان لازم نبقى عنينا طول الوقت على النجاح اللي بتراكمه الدبلوماسية والسياسة المصرية اللي بيقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا الموضوع. بالظبط، حاجة الحقيقة أنا مش هقول لك منبهر، ولكن فخور. صحيح. يعني أنا فخور جدا باللي إحنا قاعدين نعمله. لأنه الانحياز اللي بيتم للرؤية المصرية سواء في الموضوع الإنساني أو المساعدات الإنسانية أو الهدنة أو خطر ما يحدث على المنطقة، خلاص بقى في اصطفاف تاني. لما انا اقول ان الولايات المتحده الامريكيه التي لم تكن تنطق كلمه خلال الاسبوع الاولاني لا على انسانيه ولا على انسانيه ولا هدنه ولا وقف اطلاق نار،
احنا واصلين النهارده ان الرئيس بايدن بيكلم تاني الرئيس عبد الفتاح السيسي ويؤكد في تصريحات معلنه فكره حل الدولتين. احنا رايحين لابعد من كده كمان، مش بس الوقف الانساني ولا الهدنه الانسانيه، لا بنتكلم على المنظور اللي انا اكدت عليه كتير قوي، المنظور الشامل اللي بيطرحه الرئيس عبد الفتاح السيسي طول الوقت. رغم قصف النيران عملنا مؤتمر القاهره للسلام زي ما قلت لحضرتك المره اللي فاتت، ونطرح المقاربه الشامله، لابد من الوصول الى تسويه سياسيه. الرئيس بايدن بيقول الكلام ده دلوقتي، والتغير اللي بيحصل في المجتمع الدولي كله تجاه هذه القضيه. طب خليني حصل كويس جدا، خليني اقسم لحضراتكم علشان اخد اراء ليكم. اولا التغير في المجتمع الدولي، احنا الاثنين او حضراتكم الاثنين علقتوا عليه وهعود فيه للاستاذ عصام شيحه. خليني اكلمكم على الداخل المصري، الموقف المصري الواضح جدا. احنا بدانا نخرج حاجه، عايزين الاجانب يخرجوا، اتفضلوا اسرائيل هتفتح الباب، ولكن ادونا الجرحى. هنا بقى انت بتتكلم، مش هقول مقايضه ومش هخش في المنطقه دي، انما انك انت تمارس هذا الضغط علشان تخرج دول الى المستشفيات المصريه لانقاذ حياتهم. رايك ايه في الحته دي؟ هقول لحضرتك اول حاجه في 30 ثانيه، 30 ثانيه بس. الموقف المصري قايم على كذا محور مهمين جدا. المحور الاولاني والثابت تجاه القضيه دي هو دعم كل ما يختاره الشعب الفلسطيني. خلينا للساده المشاهدين نبقى فاكرين، نحن ندعم كل ما يختاره الشعب الفلسطيني. الامر الثاني ان احنا ضد التهجير وضد تصفيه القضيه طبعا الفلسطينيه قولا واحدا. وايضا من ضمن الانجاز انك تاني الكلمه التي قالها الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ اليوم الاول حين ربط بدخول المساعدات بإخراج الرهائن أو الرعاية الأجانب من لديهم جنسيات مزدوجة، رهن خروجهم بالتزامن مع دخول المساعدات. الكلمة دي اتقالت، احنا بقالنا أسبوعين في الموضوع ده، النهاردة احنا بنعمل ده. النهاردة بنوصل تاني ان المجتمع الدولي وأمريكا والرئيس تاني بايدن في حديثه الأخير مع الرئيس عبد الفتاح السيسي بحث هذا الموضوع واتفق على هذا الموضوع، لأنه الموقف صلب الموقف المصري ولم يتزحزح عن هذا الموضوع. ما هو ده ما اتغيرش خالص قصاد ده. وبدون ذلك لا تتحدث عن إخراج أي حد من هذا القطاع بأي شكل من الأشكال. النقطة الثانية، ونحن ندعم بقى الموقف الفلسطيني تماما، موضوع المصابين. موضوع المصابين هو موضوع طول الوقت، مش في الجولة دي بس، كل الجولات قبل كده الجرحى والمصابين الفلسطينيين يعالجوا داخل الأراضي الفلسطينية، وبالمناسبة خرجوا بهويتهم، ولا كان هناك ولا مشكلة واحدة على المعبر رغم الزحام ورغم الأزمة اللي بتحصل. يا أستاذ محمد وحضرتك عارف تفاصيل إخراج الناس في هذه اللحظة مش أمر سهل، والتنسيق ده مش أمر سهل، ونقلهم للمستشفيات مش أمر سهل، ومع ذلك الدولة المصرية متحملة هذا الجزء تماما وبدون أي عقبات حتى هذه اللحظة، ومصرين نواصل في هذا الموضوع. احنا استلمنا النهاردة 81، ده صحيح ده صحيح، وتم تحويلهم للمستشفيات خلاص، ده صحيح، ورفع حالة قصوى للمستشفيات. واضح جدا في مصر تأهب للدولة المصرية واضح جدا، احنا مستعدين تاني نقدم كل ما يمكن تقديمه لدعم المجهود الإنساني ودعم صمود الشعب الفلسطيني على الأرض الفلسطينية اللي هو قراره لحد دلوقتي. وبالمناسبة موضوع إخراج مزدوج الجنسية، دول خرجوا كمان لأنهم أبدوا هذه الرغبة، هم والدول اللي بيحملوا جنسيتها. مفيش فلسطينيين بيبدوا رغبة أن هم يخرجوا. تاني بأكد أن الفلسطينيين ما زالوا موجودين في الأرض ومتمسكين بهذه الأرض، وموقف مصر القائم قائم على هذا الموضوع. طول ما الفلسطينيين موجودين وهم موجودين نحن داعمين لهذا الموقف. طيب كويس جدا، خلصنا الحاجات دي كده، هنتقل لحضرتك. قلت لي في اتنين استقالوا، حدثتني عن الأول، من هو التاني؟ لا، التاني موظف كبير في الخارجية الأمريكية اعترض بشكل كبير. واضح جدا واضح جدا. عندك عدد كبير من الفنانين العالميين اللي رسموا بعض الصور وتعرضوا لضغوط من جانب الصحف بتاعتهم، وهنا بتدرب حريه الراي والتعبير في مقتل. يعني كل عصام الجارديان بتوقف رسام كاريكاتير لانه رسم كاريكاتير ضد بنيامين نتنياهو، توقفه عن العمل الجارديان. بالمناسبه يعني ده هو بيشتغل في الجارديان بقاله 40 سنه، مش حديث العقل يعني. لا انت بتتكلم على قيمه جدا، لكنهم مصطفى حسين بتاع الجارديان وقفوه. بس قيمه بتأيد ازدواجية المعايير، وقيمة بتأيد انه ازاي هم بيتدخلوا في الشؤون الداخلية للدول النامية بحجة حماية حرية الرأي والتعبير، وهم لما حرية الرأي والتعبير بتصطدم بمصالحهم بينهوها على الإطلاق. على الجانب الآخر أنا عايز أقولك على موقف الدولة المصرية. موقف الدولة المصرية موقف حكيم وموقف عادل وموقف قوي وموقف يتمتع زي ما قال الدكتور صبحي بغطاء شعبي غير مسبوق. المصريين عند بكرة أبيهم مش نسيوا بس الانتخابات الرئاسية، ونسيوا الغلاء، ونسيوا ارتفاع الأسعار، وبقت قضيتهم الرئيسية هو أين تذهب القضية الفلسطينية، وقضيتهم الرئيسية هو دعم صانع القرار ودعم المؤسسة العسكرية باعتبارها عمود الخيمة.
الناس شاعرين بالأمان وشاعرين بالقوة وشاعرين بالموضوعية وشاعرين بالعدالة. طالما تمتع صانع القرار بهذا الغطاء الشعبي الكبير، وطالما تصرفات الدولة المصرية تصرفات حكيمة وعادلة، انت بتحقق نتائج غير مسبوقة، بدليل انك انت بتجني ثمار ما طلبت به في اليوم الاول. يعني انت 3 أسابيع مروا، اللي انت طالبت بيه من اليوم الاول انت بتجني ثماره. مش بس بتجني ثماره، مش ثماره، اللي انت رسمته الخريطه اللي انت قلتها للعالم، واصبحت فاعل، واصبحت فاعل رئيسي. انا هقول لك، الرئيس السي اي اي بيعرض على نظيره الاسرائيلي خطه. انت محضر ورق. بيعرض خطه، الخطه فيها 3 نقاط. النقطه الاولى، تتضمن الخطه تبادل الرهائن لدى حماس بالاسرى لدى اسرائيل. ادي واحد، مع قيام الأمم المتحدة بنزع سلاح غزة وإدارة القطاع تحت إشرافها، ووضع خطط بتمويل دولي لإعادة إعمار القطاع وتحسين الأحوال المعيشية للسكان. بس يعني إيه اللي بتقول كده؟ يعني خلي بالك، أنا بقول لك لسه إيه عشان أقول لك النقطة الثانية بقى. تم إحاطة مصر، مفيش أي دولة تانية، تم إحاطة مصر والدول ذات الاهتمام بالخطة للضغط على إسرائيل لقبولها. يعني الولايات المتحدة الأمريكية بقت تستخدم الدولة المصرية بما تمتلكه من نفوذ، بما تمتلكه من موضوعية، بما تمتلكه من حكمة، إنها تضغط على العدو الإسرائيلي إن هو يقبل بما تطرحه السي آي إيه. فأنت أصبحت بما تطرحه من رؤى موضوعية محل قبول في الرأي العام العالمي. المقترح الأمريكي ده في حالة قبول حماس يحل أزمة كبيرة، لأنه يعني ينهي حالة الحرب في الوقت الراهن، يمنع الدخول، يمنع تدويل القضية، لأن هم بيسعوا في الوقت الراهن أنه قضية غزة تكون فيها تدويل، أن يعملوا فيها، يجيبوا فيها قوة متعددة الجنسية، أو يجيبوا فيها قوة من الأمم المتحدة، أو يجبروا الدول المحيطة أنها توفر حماية أو تتدخل. وأنا أعتقد أن الدول العربية في مجملها لن تقبل أنها تدخل هذا بالضبط كده. ده موقف نقاش، ولكن الجزء الأول يجي لنا للكلمة اللي قالها رئيس عبد الفتاح السيسي وقالها لهم في المؤتمر. قال له ما احنا قلنا لكم دولة منزوعة السلاح، صحيح، وعرضنا عليكم ده، وان الامم المتحدة تكون موجودة، صح. هل كده هم بيرجعوا للفكرة الرئيسية التي تم طرحها من مصر لحل هذه القضية؟ شوف جزئيا. وانا بس عاوز اكد، نختم الكلام اللي قاله استاذ عصام. انا لا اثق في السي اي على فكره، وعلى الموقف المصري، وعلى الموقف المصري هو ايه الموضوع كله كمان، لان احنا نقارب هذه القضيه في اطار شخصيه اسمها الرئيس عبد الفتاح السيسي، هو صانع سلام. نحن نتحدث عن صنع سلام واستقرار وامن وتنميه في هذه المنطقه. هذا هو النموذج اللي بيقدمه الرئيس عبد الفتاح السيسي بقى لنا 10 سنين، ان انت تبحث عن السلام والاستقرار، لانه ده في مصلحه مصريه مؤكده وفي مصلحه لكل دول المنطقه. ازاي تقدر تعمل ده تحت قصف النيران وتحت ناس محتاجه اضطرابات وعنف وكده؟ دي حكمه تانية، انك فعلا تبقى بتقدم صوره لحد يصنع السلام، هو فعلا صانع للسلام، وكل حديثنا لم تنقطع عنه كلمه السلام ولا كلمه التسويه ولا التسويه السياسيه، بل اهم مشاكلنا يا استاذ عصام الشائكه اللي بتتعلق بموضوع اثيوبيا، ما زلنا حتى هذه اللحظه نقدم ونطرح التسويه السياسيه. نحن الرئيس يتبنى موضوع التسويه السياسيه قولا واحدا. نيجي لموضوع الدوله، اصله حين قامت لم تكن هناك اي دوله، ولا الفكره ان تبقى دوله مسلحه ولا دوله، هو كله تسليح خفيف لاجهزه شرطه. هذا هو الحديث والثابت والموقف المصري واللي وافقت عليه مصر، وافقت عليه الدول العربيه، ان تكون هناك دوله فلسطينيه هي فعلا الرئيس كان يذكرهم ان احنا بنتحدث عن دولة ليست مسلحة، بجوارها دولة نووية. هذه الدولة دولة نووية، دولة نووية تدعمها الولايات المتحدة الامريكية، وما حدث كان شاهد، هي على هبة الاستعداد انها بعد 24 ساعة تكون في المنطقة لحماية اسرائيل. اذا فين الخوف من الدولة اللي موجودة في غزة والضفة الغربية؟ انما هي المشكلة في التهام الارض، في المشروع الصهيوني القديم، مشروع اليهودي ان يتحول الى دولة يهودية خالصة، هي دي المشكلة. اخر نقطة عشان حضرتك بتستعجلني، الاستاذ عصام كمان قال في استقاله الناس والمفوض بتاع اللجنه الدوليه لحقوق الانسان استاذ محمد، دول وانا قلت تاني على الامم المتحده انه فعلا بيت من، وتذكرت كلمه العظيم بطرس غالي لما قال ده بيت من زجاج. انا قلت اذا كان الفلسطينيين لا يعنوهم قوي، مش سائلين عنهم، لديك 64 موظف تبع الاونروا يحملوا ويلبسوا الزي الرسمي للامم المتحده، تم قصفهم، تم اغتيالهم، انت مش قادر تدافع عنهم. والراجل بتاع المجلس القومي قال ده، لما تبقى مش قادر تحمي ولا الدين حتى، طلع قرار حتى يدين اسرائيل انه استهدف ال 64 موظف بتوعك، دول لا كانوا دروع بشريه ولا بيشاركوا في الحرب ولا بيعملوا اي حاجه،
ومع ذلك الامم المتحده تقف عاجزه انها تدين بس تدين اسرائيل، تقول لاسرائيل اللي عملتيه ده شيء مدان وشيء ضد، ما عملوهاش. اذا انت بتتكلم تاني، بقول عشان الناس تبقى فاهمه ان احنا ما بنحصلش على حاجه من مجلس الامن، الامم المتحده ما تقدرش تطلع ايدينا علشان خاطر موظفيها. الراجل الاستاذ عصام بيتكلم عنه استشعر بالحرج، كده بقى كتير، رجم خبر، كده بقت زياده، قال كده بقت زياده قوي. يعني لما مش قادرين نحمي نفسنا محدش يتكلم عن ان احنا ممكن نحمي الاخرين. فطلعوا كده. طيب ممكن انتقل بيكم الى حاجه احنا طبعا بنتابعها بس من بعيد كده، الداخل الاسرائيلي يغلي. ها؟ يغلي طبعا. حلو، هاخدها من حاجتين، المظاهرات المضادة للحرب والمظاهرات الضاغطة على بنيامين نتنياهو وحكومته والاقتصاد. هنبدأ بحضرتك. شوف حضرتك، ايا كان الوضع في اسرائيل هم منشقين منذ اليوم الاول طبعا. ده صحيح، ده واضح جدا. وجود حرب مخلي الاصوات الداعية الى وجهة نظر اخرى اقل، خاصة في ظل الانحياز الإعلامي، سواء الإعلام الإسرائيلي أو الإعلام الغربي، إنما طول الوقت الموقف موجود، مفيش إسرائيلي مش محتاج استعادة هيبة الجيش الإسرائيلي والردع الإسرائيلي والتفوق الإسرائيلي والقوى الإسرائيلية. السؤال اللي عليه خلاف، كيف نعيد هذا الردع وهذا اللي هي المكانة للجيش الإسرائيلي؟ هم الوهم اللي هم عاشوه. صحيح، وهم تاني يضغطوا على نتنياهو منذ اليوم الأول، أولاً هم أصبحوا لا يثقوا فيه، نسبة شعبيته، وأنا بقول الكلام ده يا أستاذ شردي، صف. أي حد في أزمة، في الغالب الأزمة بتخلي القيادات شعبيتها تزيد، ده في الغالب، إلا مع بنيامين نتنياهو، وصلت شعبيته إلى ما بين 18 ل 20%، ده غير إن في 80% أساساً لا يثقوا فيه ولا في قيادته. الأمر الثالث إنه مش قادر يقنعهم بالهدف الاستراتيجي لهذه المواجهة التي تحدث. ده ما عندوش. كلهم محملين، لا يستطيع الاعتراف بيه. إن هذه معركة شخصية يقودها نتنياهو، يقودها الجيش، ونسيين ملف الأسرة. لاحظ حضرتك منذ يومين ابتدى الكلام على الأسرة وهو يقول لهم لا لا لا، الحرب دي عشان نجيب الأسرة، لأنهم بيضغطوا كتير، هتولنا ولادنا بالتعبير المصري بأي ثمن. وهو التحدي بتاعه إنه هؤلاء الأسرة يرجعوا دون إخلال بيهم. هو تاني مع الجيش ومع حكاية الانتقام والصقر بيحاول يقنع الإسرائيليين بالفكرة دي. جنرالات كتير قالوا له أنت دفعت في شاليط 1200 واحد، مفيش مانع لو هتدفع 200 ألف مقابل ال 200 بتوعنا اللي موجودين في حماس، خاصة وإن الشعب، الرأي العام الإسرائيلي والنخبة اللي لها صوت تاني يا أستاذ محمد، يدركوا تماما إن موضوع الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين ليست نهاية المطاف. هذه مهمة يمكن مرة أخرى، ونتنياهو له صوابق في ده. أفرج عن المعتقلين ثم عاد اعتقالهم، بالمناسبة معظم اللي أفرج عنه حتى في صفقة شاليط أعاد اعتقالهم تاني. بينما المهمة الملحة اللي هو مش عاوز يقرب منها هي مهمة إنقاذ الأرواح اللي موجودة في الأسر. هو بيحاول طول الوقت، وزاد أعداد الأسرى بالمناسبه، يعني هو بعد ما كانوا 200 وحاجه بقى زادوا 40، لان هو اللي بيزود. بالمناسبه هو اللي بيزود، وده برضه احدى الحاجات اللي هتبقى مشكله في تبادل الاسره. يعني دلوقتي احنا الارقام مش مؤكده في الموضوع، هو بيقول انهم كانوا 220 بقى 22 بقى 30 بقى 40، هو بيقول ده علشان ده هيصعب مهمه التفاوض بعد كده. لما هيجي تاني ونصل لصفقه التفاوض يا استاذ عصام هيقول لا احنا عندنا 200، لا ده كانوا 240، فين ال 40؟ انا عايز جثتهم، ده اتقتل في اي حته وما شفناهوش، ماليش علاقه. الاسرائيليين بيجيدوا التفاصيل دي ويدخلك في شبكه تفاصيل لناس انت ممكن ما تعرفش عنهم حاجه اصلا. خلي بالك يا استاذ شردي، الاسرائيليين مش بيدور على الاسير حي، بيدور على الاسير حتى هو ميت. ما انا عارف، حتى جثته هي على فكره. ما هو اتقالت عندنا هنا في البرنامج ونقلت على في كل وكالات الانباء ان الحركه اللي عملوها حماس اول ما مسكوا الاسرى خاصه الجيش، شالوا منهم المايكرو تشيب اللي محطوطه تحت الجلد وجمعوهم وحطوها في مكان واحد. المكان ده قصف، تخيل، لان هم حددوا مكان الاسرى بتوعهم فين. بالاقمار الصناعي راحوا ضاربينه بالكامل وما همهمش الاسرى. صحيح، لانه هو برضه استاذ شيردي معلش، هو نتنياهو تاني بيعتمد على ده وحاول يسوقه، بس الحقيقه الفكره ما مشيتش قوي على الراي العام الاسرائيلي. هو كان عنده مبدا الحخامات طلعوه اسمه مبدا هانيبال. هانيبال ده ان هو يجيز فتوى حخاميه تجيز انه في حاله الاسر يمكن ان تضحي بالاسرى واسريهم، انما هذا الموضوع غير مقبول شعبيا باي حال من الاحوال، مازال وما اذا ده الانقسام الشعبي. طب اصوات المعارضه للحرب مع استمرارها وطولها، اخبارها ايه؟ بدات تزيد في جوه داخل اسرائيل؟ طبعا بتزيد. انا بقول لحضرتك جنرالات اسرائيليين دلوقتي بيشككوا في انه كان جاهز اصلا، ان احنا عندنا اهداف، ان احنا عارفين احنا رايحين فين، انك هتغرقنا. ولعلي انا كتبت وقلت انه يعني مقوله كده اتقالت على بن جفير، انه بن جفير مصر على ان يقود اسرائيل الى الجحيم.
وأن كل ما يحدث ده لأسباب أخرى مختلفة، كما أنه ده الأهم، بيضحي بإنجازات من وجهة نظر إسرائيل، إنجازات كبيرة قطعتها إسرائيل في الاندماج في هذه المنطقة. إسرائيل تقصف هذا الطريق الآن، يعني هذا الموضوع انتهى. هنرجع بقى للدبلوماسية العربية، لأن سلطنة عمان منعت حتى الطيران الإسرائيلي يعدي في أجواءها، ده قال له مع السلامة ما تجيش هنا تاني. هنطلع فاصل وهنرجع تاني ونستمع أيضا، هو هل إسرائيل متأثرة باللي بيحصل قوي؟ طب ما هو مدى هذا التأثر داخل الإسرائيلي في الحياة اليوم؟ عدنا لحضراتكم مرة أخرى أستاذ عصام شيحة، الداخل الإسرائيلي. الداخل الإسرائيلي على صفيح ساخن. الداخل الإسرائيلي على كف عفريت. أنا عايزك تلاحظ ببساطة شديدة جدا، بنيامين نتنياهو عمل تويت. كان بيحاول يرفع العبء عن نفسه ويتهم مؤسسات الدولة. شوف ردود الأفعال كان شكلها إيه. لدرجة إن هو يعني لم يكمل ساعة إلا وكان بيكذب وبينفي الكلام اللي هو قاله وبيقول ان هو غلط، لكن ده بالقطع عمل قطيعه ما بينه وما بين القيادات، ما بينه وما بين الجيش، ما بينه وما بين الموساد، ما بينه وما بين السياسيين. انت كمان بتتكلم عن حكومه يمينيه اكثر تطرفا، لكن هم نسيوا في غمره الاحداث وفي رغبته في انه يمد اجل الحكومه الحرب عشان يضمن بقائه، لان هو عنده مشاكل، طبعا التحقيقات اللي هتحصل هيتعرض اليها للمحاكمه، وشفنا احنا المحاكمات اللي اتعملت قبل كده وبيتم ادانتهم. فهو بيحاول يطول امد المعركه، وبيحاول ويتصور ان هو لما يحقق مكاسب ان هو ده هيقلل من الهجوم اللي هو اتعرض اليه، وكان متوهم ان هو لما هيخش غزه هو هيقدر ببساطه من خلال تتبع الشرائح الخاصه بالجنود ان هو هيقدر يحصل عليهم ويتم انقاذهم، فيبقى بطل، يبقى بطل قوم. لكن للانصاف في تغير لدى النخبه داخل اسرائيل، في تغير لدى المعتدلين ومحب السلام داخل اسرائيل، وبيقود ده اهالي الاسرى او اهالي المحتجزين لدى حماس. انت شفت الفيديو بتاع الست اللي نشرته حماس اللي بتشتم فيه نتنياهو؟ طبعا. اذا كان هم صاروا ثوره عارمه لمجرد ان انت افركت عن سيده من المحتجزين وقالت ان احنا كانوا بيعاملونا معامله طيبه. قال لك احنا اخطانا. قال لك احنا اخطانا ان احنا سمحنا لها تتكلم قدام الاعلام. ده بياكد لك انه الداخل الاسرائيلي على كف عفريت. وانا اتصور انه الضغوط اللي بدات تمارسها الولايات المتحده الامريكيه بناء على الضغوط الشعبيه اللي بتمارسها، الضغوط اللي بدات تمارسها الاوروبيين بسبب الضغوط الشعبيه، يعني الضغوط الشعبيه هي محل تقدير ومحل احترام كل الاحرار حول العالم، لان هم دول اللي غيروا في موازين القوى، هم دول اللي اجبروا القيادات داخل بلادهم انهم يشعروا بالقضيه الانسانيه. الناس يعني الولايات المتحده الامريكيه قعدت يعني اسبوعين لا تفكر بشكل انساني، هي تدعم اسرائيل، تساند اسرائيل. التغيرات على الارض داخل اوروبا وداخل اسرائيل وداخل الولايات المتحده الامريكيه هي ما تغير، وهذه التغيرات ليست فقط داخل اسرائيل او الولايات المتحده الامريكيه، داخل الدوله المصريه نفسها. انا حضرت جلسه غايه في الاهميه اعدها البرلمان المصري، لجنه حقوق الانسان، عملت فيها عدد من التوصيات القويه جدا، كان الهدف النبيل من ده هو الاحتكاك مع الآخر، الاحتكاك مع البرلمانات في الخارج، مع المنظمات الدولية، مع المنظمات الحقوقية، مع المثقفين، مع أصحاب الضمائر الحية، لأنك أنت في النهاية أنت بتكون رأي عام عالمي يقول أن ما ترتكب إسرائيل من مجازر جريمة ضد البشرية. كويس، ثانية واحدة، مش ده جزء من خطة وماذا بعد اللي أنت كنت بادئ تقول لي النهاردة هم بدأوا يفكروا كده؟ إذا إحنا بنفكر أيضا في ماذا بعد. ده صحيح، يعني احنا لما هنأثر على الرأي العام العالمي بهذا الشكل ليس فقط بسبب الأحداث الآن، ولكن أيضا بنظرة مستقبلية، لأنه هيتزرع عنده أن الحل الوحيد هو السلام. لأن القانون الدولي يا أستاذ محمد بيؤكد أن جرائم الإبادة الجماعية وجرائم التهجير القسري بالقوة وجرائم الاعتداء على المدنيين واستخدام الأسلحة المحرمة، كل هذه جرائم لا تسقط بالتقادم. ربما موازين القوة في الوقت الراهن لا تعطي الضعيف الحق في انه يصل لحقه، لكن ربما في المستقبل
طبعا يتمكن من انه يرفع دعوى انت عارف مين الذي اصر، مش الجنائية الدولية بقى، من الذي اصر الا تسقط هذه الجرائم بالتقادم؟ اللوبي اليهودي، علشان يضمن انه لو مسك اي حد منذ الستينات من بتوع هتلر اللي كانوا بيعذبوهم يقدروا ان هم بعد كده لا تسقط اي جريمة من هذه الجرائم بالتقادم، علشان لما يجيبوا يحاكموا ويعاقبوا على اللي عمله. النهاردة هذا القانون اصبح حول رقبة نتنياهو وكل اللي حواليه، الاقتصاد الاسرائيلي. طيب ممكن اضيف حاجة كمان قبل الاقتصاد الاسرائيلي، واكد بس لحضرتك الكلام العظيم اللي قاله الاستاذ عصام. نتنياهو مشكلته حتى مع في الكابينت، في مجلس الحرب، في كل ده، عارف حضرتك طبعا وسمعنا، فكر بس الناس انه قرر او كان بيفكر يخضعهم لجهاز كشف الصدق اللي احنا بنعرفه جهاز كشف الكذب، لانه هو بينهم صراع، هو مين اللي بيسرب الكلام، هو مين اللي عايز ينجو ويفط من المركب ويسيب التاني، فبينهم خناقات غير عاديه. بنيامين نتنياهو اعلن منذ اليوم الاول انه هدف الحمله دي، الهدف الفضفاضي اللي هو بتاع قضاء على حماس، وزير دفاعه امبارح فقط ابتدى يتنازل عن الموضوع ده شويه ويقول تفكيك قدرات حماس، يعني احنا رايحين نفك قدرات حماس. تاني الخناقه بينهم هي خناقه كبيره جدا. نقطه تانيه عايز اشير ليها تاني برضه عشان تشوف الخناقه قد ايه، يعني وبالذات على موضوع زي مصر، يعني وقيمه ان انت تخش في اشتباك مع مصر ايا كان نوع الاشتباك، مسلح او سلمي. او البرلمان الاتحاد الاوروبي مطلع وثيقه تسربت امبارح اول امبارح، بيتكلم فيها على انه بنيامين نتنياهو بيحاول يضغط عليهم ان هم يضغطوا على مصر ان هم يعملوا يوافقوا على موضوع التهجير. هم بيقولوا نفسهم ايه؟ انه هذا المقترح غير جدي ولا يمكن اخذه بالجديه الكافيه، وبيطرحوا كلام تاني. الاسرائيليين قالوا له ايه؟ الاسرائيليين قالوا له انت بتلعب بالنار دلوقتي، علاقتنا بمصر اكبر من ان انت تعرضها للخطر، وما يحدث الان كل اللي بيحصل ده هيعرض هذه العلاقات لخطر. والعلاقه دي يعني انا لم اذكر هذه الكلمه انها اتقالت غير على علاقتين اتنين لاسرائيل، مع الولايات المتحده الامريكيه ومع مصر، مع الدوله المصريه فقط، اللي التحذير فيها انك تكسر او وعلى فكره نتنياهو تعرض لهذا الهجوم ايام مشكلته مع اوباما، في مشاكله مع اوباما كانت الضغوط عليه قويه جدا، انت تعرض علاقتنا بالولايات المتحده الامريكيه لخطر. والان يقال في اسرائيل انك تعرض علاقتنا لمصر لخطر، وهذا امر جلل ولا يمكن ان احنا نقترب منه. نروح بقى للاقتصاد الاسرائيلي. الاقتصاد الاسرائيلي بكل تاكيد عنده، احنا بنتكلم على الشيكل بيحقق يعني اكبر مستوى الانخفاض ليه، انت عندك مشكله لانه في حرب، والحرب الاقتصاد يعني عدم امان، والاقتصاد بالنسبه عدم الامان بالنسبه له هو العدو الاول والاخير طول الوقت. انما التكلفه الحقيقيه، وانا اسف ان انا اقول الكلام ده، بتحملها الولايات المتحده الامريكيه، وده اللي يطلق يد بنيامين نتنياهو في الموضوع. لو امريكا وقفت المليارات دي، لو قالت لا والله ما عادش مش هقدر، لو الكونجرس الامريكي بسبب الضغوط الشعبيه الامريكيه، لان هم عمالين يقولوا ستوب سبورتنج اسرائيل، هقول لحضرتك ايه اللي هيحصل. هقول لحضرتك 14 مليار و7 من 10، هقول لحضرتك جمله رقم كبير جدا، هقول لحضرتك جمله تلخص الموضوع ده على ذكر خلاف بنيامين نتنياهو مع اوباما. مع اوباما في نهايه 2009 قفش ليم، وده حد مهم جدا في اسرائيل، كتب مقال على ما اعتقد في الاندبندنت، قال فيه تعبير ان انا عاوز انقل لكم بس العباره دي، قال ايه؟ كان بيخاطب اوباما انه التعامل مع اسرائيل انها تجاوزت الحدود، وان التعامل معاها، قال له ايه؟ اوقف المعونه على انها تتادب، لان هي لازم تتادب، ومش هينفع تتادب غير بالمعونه. طول ما انت حاطط ايديك قوي كده، هو قال ده التعبير انا انقل عنه ما قاله، اوقف المعونه على انها تتادب. تاني، طول ما انت مش متكلف كتير، طول ما الولايات المتحده الامريكيه متكفله بكل هذه التكلفه، بكل هذه الاسلحه، بتحول الفلوس، بتعمل كل الكلام، بتحول الانابل، كل حاجه، الانابل، كل حاجه. اقول لحضرتك اللي اكتر من كده، حتى المخزون اللي هيفضى ده، المخزون اللي بيفضى دلوقتي من الاطنان المتفجرات اللي بتترمي والقنابل والصواريخ والدبابات، هتعوضه الولايات المتحده. يا فندم الطيارات شغاله بلا توقف، صحيح، لانه في مدد، والمدد كمان موجود مستقبلا، يعني انت كمان مش قلقان على مخزونك الاستراتيجي انه هينفذ، هو مش هينفذ لانه عنده مخزن مفتوح جاي من الولايات المتحده الامريكيه. اذا هو مش متحمل في التكلفه. طيب، ولكن التعبئه زادت عن التوقيتات، يعني دي اكبر تعبئه واكبر فتره تعبئه شامله في الجيش الاسرائيلي من حرب 73. صحيح صحيح، بس ودول اطباء وعمال ومصانع وكده، وكله مسحوب من اماكنه وبيمسك وشغال على مكن ودبابات والكلام ده كله دلوقتي، هل ده مش بيؤثر على الانتاج الداخلي وبيؤثر على الاقتصاد الداخلي؟ بيؤثر
بكل تأكيد. إنما خلي بال حضرتك إن برضو المعلومات دي من عندهم، هو فعلا أعلن التعبئة واستدعى ال 350 ألف اللي بيتكلموا عليهم أو ال 320 ألف اللي بيتكلموا عليهم، ده حصل. بس هم لا يشاركوا وليست لهم قدرات إن هم يشاركوا المشاركة الفعالة في موضوع الحرب. وهي كان موضوع إعلان الحرب، بص يا أستاذ محمد، نتنياهو منذ اللحظة الأولى كان كل هدفه إنه يشعر الإسرائيليين أننا أنهم في مرحلة وجودية، في حرب وجودية وفي حالة حرب. أعلن حالة الحرب، ومش بس حرب إنك بتحارب دولة وخلاص أو بتحارب كيان، لا 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 لا، إنه المستهدف هي حياة إسرائيل ككيان علشان يحمي نفسه ويحوز أكبر قدر ممكن من الدعم. هي دي كانت المعركة الأساسية. الاقتصاد تاني بقول لحضرتك، في ظل عدم الاستقرار والأمن والصواريخ اللي بتنزل على تل أبيب دلوقتي بشكل أكبر من مكان قبل كده، دي بتنهك الاقتصاد والمحلات والناس ما بتقدرش تشتغل. وهو ده تاني اللي أنا قلت لحضرتك عليه من المرة اللي فاتت، إنه مع الضغط ده في ضغط شعبي هيحصل، لأن في مصالح بتتوقف، في مشاكل في مطار بن غوريون، في إلغاء رحلات طيران، في سياحة مش موجودة بتغادر، في كل ده سياحة بس، وفي ناس معاهم جنسيات أخرى بيغادروا، كل ده بيحصل، وده يأثر جدا على الاقتصاد. انتاج حاجات كتير جدا بقى متوقف في اسرائيل، شركات تانية موقفة اعمالها دلوقتي، مشروعات للاستثمار، حتى تركيا كان عندها شغل في مجال طاقة مع اسرائيل موقفها دلوقتي، اعلن اردوغان انه لا مش هنكمل الموضوع ده، كله اتحط على الهولد يا استاذ محمد دلوقتي في كل المشروعات. لما يشوفوا ما هو التطور هرجع بيك مرة اخرى. طيب الرجل بتاع حقوق الانسان استقال، ده في نيويورك، ده الممثل. ايوه، اخبار الاخوة بتوع جنيف ايه؟ لا خليني بقول برضو للإنصاف، في الأيام الأخيرة حصل تغير كبير من جانب بعض المنظمات الدولية ومن جانب مجلس حقوق الإنسان الدولي. في بيانات بدأت تكون أكثر موضوعية، في بعض الأحيان أصبح فيها تعاطف مع في بعض الأحيان، لأن هو طول الوقت الأول هم الإسرائيليين والأمريكان والأوروبيين نجحوا إن هم يخلطوا الاوراق وانهم يقنعوا الراي العام العالمي بانه اللي بدا الهجوم وبدا الحرب هي حماس، فلولا ان حماس قامت بالهجوم ما كان ترتب ده. لدرجه ان المدعي العام في المحكمه الجنائيه الدوليه حتى وهو واقف امام المعبر في مصر هو بيتكلم على انه المكتب بتاعه بدا يحقق في الهجوم اللي حصل يوم 7 على المدنيين، وقال ان احنا هنتحقق بشكل موضوعي فيما ارتكب من جرائم فيما بعد. لكن بينظروا لسه للطلعه الاولى، كله بيحابي الاسرائيل، كله بيحابي الولايات المتحده الامريكيه، كله عنده خوف لانه الاسرائيليين او اليهود بيمتلكوا تايكونز في الولايات المتحده الامريكيه، بيمتلكوا الاعلام وبيمتلكوا المصالح، فلما بيحطوا في ذهنهم اي مسؤول اممي بيقضوا عليه. فكل واحد من المسؤولين الامميين دلوقتي بيتحسس كلامه، وبس بيبقى بيحاول يعمل نوع من البالانس في انه يقول اه والله في هنا حصل خطا، بيمسك عصام الوسط هنا حصل خطا. لكن التجاوز اللي موجود، اصحاب الضمائر الحيه شايفين ان هذا تجاوز غير مبرر، وما فيش نسبه وتناسب بين ما تم وما يتم، خاصة أن ما تم مرة أخرى. ودي حاجة أنا يعني لسه قايلها في بداية البرنامج النهاردة يا فندم، هي المستوطنات اللي تم الهجوم عليها دي مش في أرض مرسومة ومعروفة عند الأمم المتحدة أنها أرض محتلة، وأن دي أساسا أرض فلسطينية، والقانون الدولي بيدي الحق للفلسطينيين. صح صح، هو صحيح. يعني المستوطنات اللي اتهاجمت دي اللي حوالين قطاع غزة مش دي أراضي أساسا فلسطينية طبقا لقرار الأمم المتحدة، وهي دي دولة فلسطين؟ وشوف حضرتك، هم شرعنوا بعض المستوطنات وطلع كده مصطلح اسمه المستوطنات الشرعية والمستوطنات غير الشرعية، كويس؟ وده على فكرة برضو يعني بس مش مجال حديثه، يعني سر واحد من الخناقات على موضوع القضاء اللي كان عند بنيامين نتنياهو هو المحكمة العليا بتاعت إسرائيل اللي كانت بتقف ضد ده حتى لو ما بتنفذش ده، بس طول الوقت كانت قيد كابح معين لحركة موضوع الاستيطان. مش بقول كابح كبير ولا حاجة خالص، مش موجود. آخر حاجة عايز أقولك، المايسترو اللي بيدير الموضوع ده كله بايدن. شوف حضرتك لما بايدن لما اتكلم على موضوع المستوطنين بمناسبة المستوطنين وما يقوم به المستوطنين في الضفة الغربية، لأن ده ملف كبير وتأثيره مهم، وده بيعدل الميزان دلوقتي، لانه بايدن كمان لقوا مخرج في موضوع ادانه. دي اول ادانه على فكره تحصل لاسرائيل في اي حاجه، هو موضوع ادانه المستوطنين وما يقوم به المستوطنين اللي الفلسطينيين ومصر كلنا حذرنا منه بدل المره 100 مره.
بس هو كان المخرج لبايدن وللمجتمع الغربي ان يلاقي حاجه بعيده عن غزه يدين بيها اسرائيل. ومع ذلك ما زالت اسرائيل ماضيه في هذا الموضوع، ما زال بن جفير مصر على تسليح كل المستوطنين. استاذ عصام شيحه المحامي بالنقد عضو مجلس القومي لحقوق الانسان رئيس النظام المصري لحقوق الانسان، بشكرك شكرا جزيلا على وجود حضرتك معايا. دكتور صبحي عسيله الخبير بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجيه، شكرا لحضرتك. بشكر حضراتكم على المتابعه، ورساله رساله لاولادنا ولشبابنا، انتوا اللي قادرين تخشوا على السوشيال ميديا وقادرين تخشوا على الانترنت وقادرين تخشوا على التيك توك وبتتكلموا لغات احسن مننا، مطروا عليهم باللغة الإنجليزية، اللي يعرف فرنساوي بالألماني. تشكيل الرأي العام العالمي ما عادوش قادرين يحصروه في الصحف بتاعتهم، انتم اللي تقدروا توصلوا الرسالة بالملايين، وما يقدروش بكل الحرب الإلكترونية اللي عاملينها ان هم يواجهوكوا. وجهوا رسائلكم للعالم، يمكن العالم يسمع. نشوفكم بكرة على خير بإذن الله. الحياة اليوم.